مطلب اللبنانيين. مطلب الابن هو نفس مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا، القصاص العادل للمجرمين. وهذا مطلب ما في عليه مساومة. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، وبدنا تنفيذ العدالة بوضوح لا تنازل عن حق الدم. أما مطلب اللبنانيين يلي نزلوا بمئات الآلاف بعد جريمة الاغتيال الإرهابية، فهو كان الحقيقة والعدالة. الحقيقة اليوم عرفناها جميعا، وبتبقى العدالة يلي بدها تتنفذ مهما طال الزمن. لكن اليوم أنا حامل مطلب جديد بعد الكارثة المهولة يلي حلت بمدينتي وبلدي من أسبوعين بالتمام يوم 4 آب. مطلبي أن الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه تأسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لكل الأبرياء يلي سقطوا بانفجار مرفأ بيروت، ولكل الجرحى وعائلاتهم، ولكل يلي تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون أي سبب أو أي مبرر. وهون كمان بقول لا تنازل عن حق بيروت وحق الضحايا البريئة بكل وضوح. الحقيقة والعدالة بتفجير مرفأ بيروت مطلب جميع اللبنانيين. ما تدفعوهم للمواجهة. اليوم بفضل المحكمة الخاصة للبنان للمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة يلي شهدها لبنان، عرفوا اللبنانيين الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية هاللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة للي ارتكبوا الجريمة الإرهابية وللمخططين يلي وراهم، إنه زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى. هيدي رسالة المحكمة الخاصة، وهيدي رسالة اللبنانيين، وهيدي رسالتي للمجرمين. هالجريمة السياسية الإرهابية وكل جريمة سياسية إرهابية بترتكبوها إلها ثمن، والثمن رح تدفعوه لا محالة.